مساء الخير. الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية أمر خطير تردد ذلك وشاع داخل عواصم العالم. قيل إن ما بعد هذا الحدث الجلل غير ما قبل، هكذا قيل. السعودية تعتبر الأمر هجوما استهدفها، نعم، لكنه أيضا هجوم على سوق الطاقة في العالم وعبث بالنظام الدولي برمته. الأمر ليس مبالغة. برلين ولندن اتفقتا على أن الرد يجب أن يكون جماعيا. الرياض تحدثت عن أسلحة إيرانية استخدمت وعن تحقيقات تجري بمشاركة دولية. فرنسا، ألمانيا وبريطانيا انضمت إلى الولايات المتحدة في اتهام إيران وتحميلها المسؤولية. ومع ذلك لا أحد حتى الآن يريد حربا مع إيران، فيما وحدها طهران تبدو تحتاج إلى تلك الحرب التي لا تأتي. هجمات أرامكو تكشف ارتباكا دوليا. دونالد ترامب يحسب الأمور وفق موازين حملته الانتخابية. لندن تتخبط في أزمتها الداخلية. برلين تطور بحذر موقفها من الصراع مع إيران. وفرنسا ورئيسها يختصران المسألة في السعي لجمع الرئيسين الإيراني والأمريكي داخل صورة فوتوغرافية تنهل أطراف النزاع من معانيها. العالم يجادل بعضه البعض حول كيفية الرد على من ارتكب إثم أرامكو، فيخرج بوريس جونسون بترياقه العجيب يتحدث عن حاجة لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، يصفق سيد البيت الأبيض ويلمح حسن روحاني إلى أن الأمر ليس عسيرا. لكن أين وجه العلاقة بين حدث أرامكو الخطير جدا وفق ما أجمعت العواصم وحشر المسألة فجأة على نحو سوريالي بتعديلات تقنية لاتفاق نووي بات متقادما؟ وهنا يصح السؤال، هل فعلا تغير هذا العالم بعد هجمات أرامكو؟ نقاش أبعاد هذا المساء مع الصحفيين والكاتبين السياسيين عبد الوهاب بدرخان ومصطفى كركوتي. يشارك في النقاش من لندن أيضا دكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية. من باريس الباحثة في العلوم السياسية كاترين جابر. ومن الرياض الدكتور سالم اليامي وهو مستشار وباحث في الشأن الدولي. ومن واشنطن دكتور ديفيد بولك الباحث في معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية. ما بعد هجمات أرامكو بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قبل الدخول في النقاش، تقرير سريع حول الجو والمناخ الدولي بعد هجمات أرامكو. من ارتكب هجمات أرامكو استهدف اقتصاد الطاقة في العالم برمته. كلمة سر انطلقت من الرياض على لسان العاهل السعودي وشاعت داخل العواصم الكبرى وباتت لسان حالها. الأمر خطير لا يمكن التساهل به، احتاج إلى النهل من مخزونات استراتيجية هنا وهناك لتهدئة الأسواق في العالم. الأمر استدرج تحقيقا دوليا تدفع به المنظمة الأممية، يشارك به خبراء الغرب كما الشرق، والأمر استدعى السؤال الكبير، كيف الرد؟ إيران وحدها تبدو مستعدة لهذه الحرب، ليس بالمعنى العسكري، فهي أضعف من أن تحتمل غضبا دوليا سبق أن أطاح بأنظمة يوغوسلافيا والعراق وأفغانستان وليبيا، واللائحة تطول. إيران مستعدة للحرب، تعتبر أنها قد تكون أرحم من الوقع الخبيث للعقوبات الأمريكية التي لا أحد يردها ولا أحد يريد ردها. تدرك إيران أنها أيلة إلى انهيار حتمي إلا إذا منحها الصدام الكبير تموضعا أفضل على طاولة المفاوضات المقبلة. مفتاح الحرب والسلم يمسكه دونالد ترامب. تعرف طهران أن الرجل لا يريد حربا تشوش على حملته الانتخابية، وتعرف أن أمريكا لا تريد الانجرار إلى حرب تحاول الخروج منها حاليا في أفغانستان. غير أن هجمات أرامكو كشفت عن قراءة إيرانية مغلوطة متعجلة للعالم. إيران نفسها تعي جسارة الأمر وتسعى من على منبرها حتى تلك المتشددة المتطرفة منها لرد التهمة والتصريح بالبراءة والشكوى من الافتراء. المس بالنفط وسوق الطاقة رفع بطاقات دولية حمراء لوقف هذا العبث الذي ترتكبه طهران، مهددة المستهلكين الكبار شرقا في مقدمتهم الصين، قبل أولئك غربا في مقدمتهم أمريكا. والعبث ليس بالضرورة مشكلة إيران وحدها،
ذلك أن العالم أيضا في سكوته وتردده وتحفظه يزين للحاكم في طهران ارتكاب الكبائر، وفي البال لا رقيب ولا حسيب. أنتقل إلى باريس، طالما أن الرئيس الفرنسي هو من يرعى هذه المصالحة أو هذه التسوية أو هذه الصورة الفوتوغرافية يعني بشكل أو بآخر. أستاذة كاترين جابر الباحثة في العلوم السياسية، هل انتهى موضوع الوساطة الفرنسية التي وعد بها الرئيس ماكرون خلال ساعات وإحنا يعني تجاوزت هذه المدة؟ ما هو الانطباع في باريس؟ يبدو فقدنا الأستاذة كاترين. سأنتقل هنا في لندن قبل الانتقال إلى الاستوديو مع دكتور علي نوري زادة مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية. أهلا بك دكتور علي. أنا أريد منك هيك بشكل مباشر هذا الانطباع بين ما حصل في أرامكو والذي واضح جدا أن الاتهامات توجه إلى إيران، هل لديك معلومات عن حيثيات ما حصل، من اتخذ القرار، وهل لديك معلومات أيضا عن جدل على الأقل داخل إيران حول رد فعل هذا العالم؟ تحياتي لك وإلى ضيوفك الأعزاء ومشاهدي الغد العرب. دعني أولا أن أقول لكم بأن الحرس الثوري قد اتخذ القرار، آية الله خامنئي ترك الأمر عند قائد الحرس منذ تغيير قيادة الحرس، أصبح قائد الحرس اللواء حسين سلامي الشخص الملازم لولي الفقيه وابنه مجتبى وخليفته. نعم. فالقرار توجيه ضربات إلى السعودية، هذا القرار قد اتخذ منذ بضعة أشهر، فلذلك كان الحرس يعني جاهز لهذه العملية منذ كما قلت أشهر. تم هفل نفقات تحت الأرضية في أبادان، جزيرة أبادان. في مشكلة في الصوت، سأعود إليك دكتور علي. أستاذ عبد الوهاب بدرخان، في هذه المسألة أولا، هل كان لديك شعور أن إيران تريد الذهاب إلى حرب، وهل هناك تفسير لهذا الذهاب إلى حرب، لهذه المواجهة، حتى لا نقول حرب؟ يعني يمكن القول بأنها تريد التصعيد من دون أن تصل إلى حرب واسعة ومواجهة مع الولايات المتحدة. هذه هي المحددات التي التزمتها إيران، بمعنى أنها استطاعت أن تفرض منذ أيار مايو الماضي حتى الآن قواعد اشتباك أنه لا يمكن المس بالأمريكيين حتى لا تحرج الإدارة الأمريكية، لكن بنفس الوقت لديها الحرية أو الإمكانية لتهاجم أي هدف آخر في دول الخليج وحتى في العراق، وبالتالي هي اتبعت هذا، حافظت على هذه القواعد واتبعت هذا النهج، لأنها لا تستطيع أن تجلس وتنتظر فقط تطور دبلوماسي في موضوع العقوبات. وكأنها هي إيران متأكدة من رد فعل العالم، أن العالم لن يرد عسكريا وبالتالي لن تتضرر في ذلك. هي تلقت إشارات كثيرة، يعني كل العالم حذر من حرب، وبالتالي لعل أسوأ حليف للدول العربية حاليا هو الرئيس ترامب، لأنه ليس لديه حلفاء آخرين في العالم بالنسبة إلى مواجهة إيران، وبالتالي هي تلقت إشارات أوروبية بشكل خاص، إشارات من دول أخرى في العالم بأنه يجب تفادي الحرب، وبنفس الوقت الدول لم تكن يعني تدين بشدة أو تطالب بأنه يجب عدم التصعيد حتى من خلال الحوثيين أو من خلال أي ميليشيا أخرى تابعة لطهران. هذه هي المعادلة التي ارتسمت واستفادت منها إيران. يفترض الآن بأن هذه المعادلة تغيرت قليلا، بمعنى أن الحادث الأول الذي ضربت فيه طائرة مسيرة أمريكية
والرئيس الأمريكي لم يرد عليها، كانت آخر إمكانية يعني للصبر. هذه الحادثة بالنسبة لأرامكو هي أيضا يفترض أن تكون آخر تصعيد يمكن قبوله من دون الرد على إيران بشكل مباشر، وليس الرد فقط ربما في مواقع في العراق أو في اليمن أو في سوريا. إلى الرياض مع دكتور سالم اليامي، وحضرتك مستشار وباحث في الشأن الدولي، أهلا بك دكتور سالم. أنا أريد هيك بشكل صريح وبشكل مباشر، ضجيج كثير طلع يعني خرج من العواصم يتهم إيران ويطالب بالرد الجماعي، وكان هناك طبعا أول من أشار إلى هذه الاتهامات حتى قبل يعني بدء التحقيقات كانت الولايات المتحدة، رئيس ترامب، وزير الخارجية مايك بومبيو. بعد ذلك بدأ كثير من الحديث عن لقاء بين الرئيس الإيراني والرئيس ترامب، عن إمكانية الذهاب إلى مفاوضات. أيضا خرج بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بالحديث عن اتفاق نووي ليس له علاقة بمسألة الضربة في أرامكو. انطباعك وانطباع الرياض في هذا الشهر دكتور؟ مساء الخير، أحييك وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني نحن أمام نقطتين، النقطة الأولى وهي يعني أن هناك حدث يجب ألا نقلل من خطورته ومن أهميته، وهو ضرب منشآت نفطية في دولة مستقرة وآمنة من يعني على الأقل كما تبين الأبحاث وما تشير التقارير أنه من دولة أيضا يعني أو ثورة تقدم نفسها على أنها دولة. هذا يعني يضعنا أمام مسؤولية تاريخية وأمام مسؤولية أخلاقية ومنطقية، يعني أن من خرب أو حاول التخريب وتهديد الأمن والسلم الدوليين يجب أن لا يفلت من العقاب في الحقيقة، ويجب أن يكون هناك عقاب. كيف يكون ذلك العقاب وكيف يكون شكل ذلك العقاب ومن هي الأطراف التي يعني ستتكفل بتنفيذه وب يعني دكتور سالم، وكأنك يعني ما زلت مؤمن دكتور سالم أن هناك رد دولي، أن هناك عقاب، يعني لدي شعور أن الأمر تم تجاوزه بالكلام عن السلم والهدوء لا أنا أتحدث سيدي عن المنظور النظري والمنطقي، يعني أن هناك تخريب من دولة معينة، ثورة معينة تقدم نفسها على أنها دولة، وهذه الدولة يعني يجب في الحقيقة أن يكون هناك ردة فعل، وإلا تمادت هذه الدولة واستخدمت ما تستخدمه إيران اليوم، سياسة حافة الهاوية التي تعرف أنه لأنه ليس هناك ردا قويا وردا جماعيا وردا ملموسا فاعلا، لذلك هي تستخدم هذه العملية. سؤالك الثاني حول يعني تراجع حدة يعني مناخات الرد، وأن هناك يعني أحاديث اليوم بدأت تخرج على أن هناك مفاوضات ربما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وأن هناك تغير في يعني وجهة النظر الأمريكية من ناحية إيران، وأن هناك ربما اتفاقا جديدا. هذا هو حال السياسة في الحقيقة، وربما نتوقع في الحقيقة أن نسمع يعني في يوم من الأيام أن هناك يعني اتفاق تحت الأرض، وأن هناك يعني مفاوضات، وأن هناك ربما منحة جديد لاتفاق نووي جديد، ربما تتغير آلياته وعناصره ومعطياته الأولية، وتتشكل بما يناسب المرحلة، يعني تتشكل بما يناسب إخراج إيران من عزلتها، وربما رفع العقوبات جزئيا عنها على أن تلتزم بأن تعود إلى الدولة، أو على أن تلتزم بأن تترك منها التدخل في الشأن الداخلي. يعني كل العاملين، نحن لدينا معطيين الآن في سؤالك، يعني كل المعطيين هما في محل توقع، ولكن يعني إذا عدنا للمعطى الأول فيجب أن نشدد ونؤكد نحن كمراقبين على الأقل على أن الفعل الذي قامت به إيران فعل خطير في الحقيقة، وهو تعدي على الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن لا يفلت من العقاب مهما كانت هناك مبشرات أو مهما كان هناك يعني. صحيح. دكتور سالم سأسألك يعني لاحقا عن مواقف الرياض، وأنا أريد أن نناقشك أيضا كيف تقارب السعودية هذه المسألة وخصوصا في علاقاتها مع الحلفاء. أستاذ مصطفى كركوتي، نحن كان لدينا شعور بعد أن حدثت هذا الحدث وخرجت تصريحات سعودية تم تأكيدها من بقية العواصم أنه هذه ليست فقط ضربة ضد السعودية، هي ضربة للأمن الطاقة العالمي، وأيضا عبث بالنظام الدولي. كان لدينا أيضا شعور أن روسيا والصين ليسوا مصفقين لهذا العبث، هل هذا دقيق؟ أعتقد نعم، تحليل دقيق للمسألة، لأن ما قامت به إيران يهدف إلى عدة
نحو عدة جهات أو عدة أهداف. حضرتك تقول ما قامت به إيران، كمان هذا سؤال، يعني حتى الآن ليس هناك اتهام رسمي من السعودية، ليس هناك اتهام رسمي، هناك اتهامات سياسية صدرت عن بعض العواصم، هذا مؤشر إلى ماذا؟ إلى تراجع أم إلى إعداد لشيء آخر؟ ما هذا ما بالتأكيد في النهاية عندما تقول ما قامت به إيران، نحن نتحدث في الإطار السياسي بالتأكيد، لأنه ثبت بالتأكيد كل الجهات تقول، بغض النظر عن موقف الأمريكي، موقف أوروبا على سبيل المثال، بأنه ليس لدى الحوثيين الإمكانيات التقنية إلى آخره أن تقوم بمثل هذا العمل عمليا. وأيضا أضف إلى ذلك، ليس في المدى البعيد إذا نظرت للمسألة التاريخية بين اليمن والسعودية، ليس في مصلحة أن العالم تجاوز الموضوع، لا أحد عنده شك في الحوثيين بما فيها موسكو وبكين. بالتأكيد حتى عندما يتحدثون عن تحقيقات بعد أن جاء الحوثيون بهذا البيان، هذا يعني أنهم يعني غير مهتمين بهذا البيان الحوثي. بالتأكيد. ولكن في العودة إلى 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 السؤال، هناك مفارقة عجيبة في نظرة العالم إلى ما حدث بالفعل، لأنه ما حدث هو يجب أن لا نقلل من خطر هذا الحدث عمليا، وهو بتصوري قد يتكرر إذا ما بقيت الأمور على حالها. إيران من خلال هذا العمل، دعني أقول هذا العمل في حد ذاته والذي تقف وراءه إيران بالتأكيد، هو بمثابة الصرخة الأخيرة، الصرخة ما قبل الموت بالنسبة لإيران. تعتقد ذلك أن هي هذا من جهة، هذا لا يعني أن هذا العمل قد لا يتكرر في المستقبل. نعم قد يتكرر، وبالتالي يجب تأديب إيران دوليا، لأن المسألة تمس الأمن والسلم العالميين، وليس فقط الوضع الإقليمي. عبد الوهاب يعني تؤيد هذا الموضوع، بمعنى أنه نحن ذاهبين إلى هذا التأديب أو العقوبات، أم وكأنه سنقبل بالأمر الواقع ونتعاطى معه بصفته يعني خطأ؟ يعني هناك حديث عن رد على إيران، لكن لم نستطع بعد أن نرى أي ملامح له. بالعكس، الولايات المتحدة تتحدث عن حل سلمي. صحيح أن المملكة العربية السعودية تقول أن لديها خيارات كثيرة، وأنها لا تستبعد حتى الخيار العسكري، لكن كل شيء يجب أن يحسب. الخيار العسكري، إذا كان هناك رد عسكري، فمعنى ذلك أن إيران يمكن أن ترد بشكل عنيف وشرس ووحشي، بشكل أنها تريد فعلا إشعال حرب. وعندئذ لابد من أن يكون للولايات المتحدة موقف آخر، أكثر جدية، أكثر حرص على الحلفاء، وإلا يعني سيكون هناك بالفعل وضع بالنسبة للجانب العربي وضع سيء جدا. يعني هناك تفاصيل يعني بعد الفاصل سنتوقف فيها، لكن أنا أريد أن أسأل أيضا ضيوفي بعد ذلك، لماذا هذا الحماس الغربي إلى اتهام إيران إذا كان هذا الغرب أساسا غير جاهز لإجراء جديد ضد هذه الدولة؟ بعد الفاصل. أبعاد في القسم الثاني ما بعد هجمات أرامكو، نقاش هذا المساء. دكتور سالم اليامي، حول الموقف السعودي، واضح جدا الموقف الذي صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان، تحدث عن أنها هذه ضربة ليست ضد السعودية، هي ضد العالم أيضا. طبعا ولي العهد تحدث في نفس الإطار، وأيضا وزير الدولة الشؤون الخارجية عادل جوبير يعني ذهب إلى مجموعة من المطالب. اولا، هل هذا مزاج السعوديه؟ لكن الى اي مدى هذا المزاج السعودي متاثر اولا بالزياره التي قام بها مايك بومبيو الى الرياض، ثانيا بالحقائق التي حصلت في نيويورك؟ يعني لا نشعر انه هذا العالم ذاهب بهذا الاتجاه. يعني الى اليوم في الحقيقه، يعني ورغم هذه التاكيدات التي يعني صدرت عن القياده السعوديه
في خطورة ما حدث وفي أنه يمثل خطرا على المنظومة الدولية وعلى يعني منظومة الاقتصاد العالمي، وإن كانت يعني نقاطه الأولى ومؤشراته الأولى يعني تقع على الأرض السعودية وتستهدف يعني منشآت سعودية هي في غاية من الحيوية للمملكة وللمنظومة الدولية. كل هذا هو رأي يعني الجانب السياسي السعودي. نعم. وفي تقديري أن الجانب السياسي السعودي ولم يمضي على الحادثة أسبوعين، يعني بعد يومين تكمل أسبوعين بالتمام، بلور موقفا سياسيا في الحقيقة، وحاول موقف بلورت موقف سياسي يعني اشتعل هذا الموقف أو برز في تقديري هذا الموقف في مراوحات الدورة 74 للأمم المتحدة، التي كانت في الحقيقة يعني غطاء كشف عن مدى التعاطف ومدى الوقوف مع المملكة، حتى أن بعض الأطراف التي يعني هنا أريد يعني أن أسأل دكتور سالم، كيف فهمتم في السعودية أن تقوم دولا، أنا فوجئت يعني أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا يذهبون إلى إصدار بيان يتهم السعودية، هذا تحول كبير في أوروبا، كيف فهمتم يتحول يعني هذا 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 نجاح دبلوماسي حقيقة سعودي في الحقيقة، لأنه كثير من الجهات وخاصة بعض الدول الأوروبية وخاصة الدول التي ذكرت كان لديها يعني كثير من المصالح مع الجانب الإيراني، وكانت يعني تحاول الاختباء في الحقيقة خلال الفترة الماضية منذ أن أعلن الأمريكان قبل 5 أشهر عن يعني إلغاء الاتفاق النووي، كانوا يختبئون وراء إصبع المصالح الأوروبية لنقل مع الجانب الإيراني. يعني هذا الاختباء في الحقيقة وهذه الحماقة الذي قام بها النظام الإيراني في ضرب منطقة يعني داخل دولة مستقرة وآمنة ومكان حساس، ويعني بهذا القدر من يعني من الحقد وهذا القدر من يعني المقذوفات العسكرية التي دمرت هذه المنطقة، جعل الآخرين لا يستطيعون في الحقيقة الوقوف مع الجانب الإيراني حتى وإن كان هذا الوقوف هو مع مصالحهم. لا. هم لهم مصالح ولا تزال هذه المصالح. هذا تغير في الحقيقة يعني يجب أن نرصده أو نجيره لنجاح للدبلوماسية التي سعت إليها المملكة خلال الأسبوعين الماضيين. هذا رقم واحد. الشيء المهم في الحقيقة يعني هو أن لا نزال في انتظار تحقيقات أكثر أهمية ويشارك فيها المنظومة الدولية، الأمم المتحدة تشارك فيها، المنظومة الأوروبية تشارك فيها، الحليف الأمريكي وعبر التصريحات الأمريكية، أن الكل اليوم ينتظر في الحقيقة ربما خلال الأسابيع والأيام القادمة. ولو بشكل سريع، ما أهمية هذه التحقيقات إذا كانت ستعتبر من قبل دولة كروسيا أو دولة كالصين أو طبعا كإيران أنها تحقيقات سياسية ونتائجها سياسية وقد لا يكون لها مصداقية يتم مصادقة عليها في مجلس الأمن مثلا؟ لا يعني أنا أعتقد أن السعي السعودي في هذه المرحلة وخاصة في المرحلة الدبلوماسية المهمة، وأنا أعتقد أنه يجب على المملكة أن يكون هناك حراكا دبلوماسيا مع الأطراف التي ذكرتها، الصين وروسيا والجانبين في الحقيقة أبدأ يعني تعاطفا وتفهما، لأن ما حدث هو يعني مهدد للأمن والسلم الدوليين ومهدد لأمن الطاقة. هذه التصريحات كانت من الجانب الصيني ومن الجانب الروسي، وهي تعكس في الحقيقة تفهما للموقف في السعودي، وإن كانت في الحقيقة لا يمكن أن نركن إلى أنها ربما في لحظة من اللحظات عندما تحاول المملكة أو تدعو المملكة وبعض الحلفاء إلى استصدار قرار أمميا يدين ما حدث ويدين إيران بشكل مباشر، ربما لا تتحرك هذه الأطراف. ولكن في تقديري إلى الآن ويعني وبالفهم الذي وصلت إليه هذه الأطراف خاصة الصيني والروسي، هي اليوم محيدة إلى حد ما حقيقة، لأن هناك حقائق لا يمكن إنكارها، يعني لا يمكن إنكار. طبعا سنتابع باهتمام هذا الأمر، سنتابع باهتمام. دكتور سالم اليامي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من الرياض. أعود هنا إلى لندن مع الدكتور علي نوري زادة. دكتور علي نوري زادة، بدون الدخول في التفاصيل، هناك حدث حصل، اتهمت إيران، هناك رد فعل، هل هذا أوقع يعني هناك ارتباك أو 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 أو, أو لا ارتباك لدى القيادة الإيرانية حاليا؟ فيما يتعلق بالرد فعل، أنا متفق ما أستاذ بدر خان، بمعنى أن هناك دولة مسؤولة في الرياض تنظر إلى مستقبل شعبه ولا تريد تدمير السعودية. بالنسبة للنظام الإيراني مسألة حياة أو موت، النظام الإيراني محاصر، يعتقد بأنه إذا كان هناك زقوط جديدة على إيران فإن النظام سوف يسقط، لأن الشعب الإيراني سوف نراه شوارع تهران. فلذلك يتوسل إلى
كما يقال بأن غريق يتشبث بكل حشيش، والنظام الإيراني لا يهمه إذا وجهت السعودية 20 صاروخ إلى إيران ودمرت مسافات أبادان مسافات بندر عباس. ولكن بالنسبة للسعودية أي من المنشآت تدمير هذا المنشآت ضرر كبير. صحيح دكتور علي، أنا أريد أن أسألك عن تفصيل مهم. عندما أعلن الحوثيون هيك فجأة أنهم سيوقفون الهجمات ضد السعودية، اعتبر أن هذه رسالة إيرانية واضحة للسعودية وللعالم بأجمعه، هل لديك معلومات لماذا أعطوا هذه التعليمات بهذا الشأن؟ أعتقد بأن الرسالة التي تلقاها الرئيس روحاني في واشنطن من الرئيس الأمريكي عبر رئيس ماكرون بواسطة الرئيس، هذا الرسالة كانت واضحة جدا بأن الولايات المتحدة لن تجلس فضاء وتنظر إلى تدمير منشآت أرامكو بالسعودية أي منشآت اقتصادية وعسكرية ضخمة في المنطقة. فبذلك روحاني يدرك جدا بأن الرئيس ترامب الآن قد نفذ كافة وعوده بفرض الأوقات إلى إيران، تحويل إيران إلى دولة جائعة، إيران دولة جائعة الآن. فلذلك روحاني أبلغ المرشد بأن علينا جعل سياستنا ونتوقف. في مشكلة في الصوت. أشكرك جزيل الشكر أستاذ دكتور علي نوري زادة. في هذا المجال أيضا أستاذ مصطفى كركوتي، في على الأقل في الساعات الأخيرة كان في ملاحظة لخطابين في الولايات المتحدة. الخطاب المحافظ عليه من قبل وزير الخارجية الذي يتحدث عن رفع العقوبات والتهديد والتلويح والخطاب المتذبذب بين الرئيس ترامب والمرشح ترامب في نفس الوقت. هل هذه إشارة مريحة للسعودية؟ هل هذه إشارة مريحة للحلفاء؟ مطلوبنا الأوروبيين أن يتخذوا موقفا ضد إيران في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة أننا لن نذهب إلى حرب والحرب ليست خيارنا، ودون التذكير بما قالوا وزير خارجية مايك بومبيو قبل شهر بأنه جاهز للذهاب إلى طهران من أجل هذه المفاوضات. كيف نفهم ذلك؟ أعتقد أن التطورات الأخيرة على هذا الصعيد تشكل قلقا كبيرا للسعودية بالتأكيد، وخاصة موقف الحليف الرئيسي الولايات المتحدة. وفي النهاية لا أعتقد أن السعوديين يتفاجؤون بمثل هذه المواقف لأسباب عديدة، منها التوقيت. أشرت قبل قليل إلى مسألة الانتخابات الأمريكية، بالتأكيد ليس هناك مزاج في الولايات المتحدة للدخول في حرب. أضف إلى ذلك أن الرئيس ترامب مقارنة مع السابقين من الرؤساء ينظر إلى الداخل الأمريكي أكثر بكثير من الرؤساء السابقين، وواضح من تصريحاته العلنية والرسالات لتويتر الشبه يومية أنه هذا ما يهتم به في الدرجة الأولى، وبالتالي لا ينظر إلى الحلفاء كقوة مهمة في السياسة الخارجية على الأقل، بسبب إعادة النظر في هذه السياسة منذ أن فاز في الانتخابات الرئاسية. من وجهة نظر، حتى نذهب مباشرة إلى واشنطن نسأل هذا السؤال، دكتور ديفيد بولوك، حضرتك باحث في معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية، لن أطيل السؤال كثيرا، هل حضرتك كباحث باستطاعتك تقديم بروفايل عن الموقف الأمريكي حاليا، هل هو موقف حمائمي دعني أقول أوبامي، أو موقف ذاهب إلى 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 الحد الأقصى بالمعنى الترامبي؟ طيب، الحقيقة أنه أولا الجدير بالذكر أنه دونالد ترامب رجل المفاجآت، ولذلك من الصعب أن نفهم بشكل دقيق أو نتخمن بشكل واضح كيف يتصرف في المستقبل، حتى في المستقبل القريب.
ولكن بشكل عام أنا أعتقد أنه دونالد ترامب وإدارة حكومة دونالد ترامب مستعدين للدفاع عن حلفاء أمريكا، لكن يفضلون الدفاع عن الذات وليس الضربة العسكرية العدائية ضد إيران على سبيل المثال. المعنى أنه هذا الموقف الأمريكي مخلوط، من ناحية يريدون الضغط الاقتصادي الحاسم على النظام في طهران، ومن ناحية أخرى لا يريدون مواجهة عسكرية مباشرة بين الصفين الاثنين، بين أمريكا وإيران. وهذا من الصعب بصراحة كاملة، لأن كما يبدو إيران مستعدة لاستفزازات خطيرة جدا، هجمات ضد المفاعل السعودية، ضد المطارات السعودية، ضد السفن ناقلة النفط في الخليج، حتى في المياه الدولية، وكذا وكذا. ولذلك نحن أمام، أنا أعتقد، فترة التوتر المزداد، تصعيد في التوتر والمحاولات الدبلوماسية لتخفيف هذا التوتر، لكن بدون مواجهة عسكرية مباشرة. دكتور بولوك، يعني أريد أن أناقشك في مسألة ذكرتها منذ قليل، أن الولايات المتحدة يعني هي تدافع عن نفسها، لكن الدفاع عن الحلفاء هناك جدل. لكن لو كنت أنا محل المملكة العربية السعودية، فسأقول أن إيران هاجمت السعودية بسبب الموقف الأمريكي من إيران، وبالتالي الولايات المتحدة تتحمل هذه المسؤولية. ليس هناك جدل في واشنطن حول هذه المسألة؟ إلى حد ما أنا أتفق مع هذه النظرية إلى حد ما، لكن في نفس الوقت هناك مسؤولية المملكة العربية السعودية للدفاع عن الذات. هذا طبيعي في العلاقات الدولية وفي حياة كل دولة في العالم. ولذلك الأفضل تنسيق جاد وكامل بين الموقف الأمريكي من ناحية والموقف السعودي من ناحية أخرى. وهكذا نحن يمكن أن نتوجه إلى الأمام بشكل أفضل مما كان في الماضي. الحقيقة إنه إيران تستغل كل فرق بين الموقف السعودي والموقف الأمريكي، أو الموقف الأمريكي والموقف العربي بشكل عام. ولذلك نحن يجب أن نواجه إيران كقوة موحدة وكدولتين وأكثر من ذلك، السعودية ودول الخليج الأخرى ودول العرب بشكل عام. نحن يجب أن نواجه إيران بشكل أكثر موحد، أكثر منسق في المستقبل مما كان. سأحاول أن أعود إليك دكتور بولوك حتى أسألك أكثر عن السيناريوهات التي تتوقعها، خصوصا بعد ما يعني تأملناه في نيويورك مؤخرا. أستاذ عبد الوهاب بدرخان، هل لو حضرتك تراقب الشأن الإيراني، هل تشعر أن الأمور تدعو إلى الارتياح لهذه القيادة الإيرانية رغم الموقف الأوروبي المتحول؟ ولديك تفسير لهذا الموقف؟ ما الذي اضطرهم إلى ذلك، خصوصا أن الوساطة الوحيدة الباقية هي أوروبية؟ أنا أعتقد بأن ضربة أرامكو لها علاقة أكثر بتعقد الاتصالات عبر القنوات الخلفية السرية بين الإيرانيين والأمريكيين، وبالتالي الحديث عن آلية التجارة الخاصة الأوروبية التي هي يعني كانت القاطرة التي ستأخذ عمليا دونالد ترامب وروحاني إلى اللقاء. طبعا الولايات المتحدة لم تسهل هذه الآلية، أو أنها لم تكن قادرة على القبول بكل ما تقترحه على 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 إيران من دون أن تقدم إيران شيئا. بنفس الوقت لا تريد أن ترمي هذه الآلية، لا تريد أن ترمي هذه الوساطة الفرنسية. إذن كل طرف كان ينتظر من الآخر تنازلا. عندما ذهب أخيرا حسن روحاني إلى نيويورك، من أول تصريح قال بأنه نحن مستعدون
لتعديلات وإضافات وكذا وكذا على الاتفاق النووي. هذه أول مرة يتكلم عن ذلك. قبل كان يقول بأنه مستعدون لمجال التفاوض أو مستعدون للتفاوض على على من دون أي تفصيل أو أنه شرط أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق لكي نتفاوض ثم وبالتالي أنا أربط ضربة أرامكو بتعقد التعقيدات المحادثات المباشرة وبتأثيرها فيما بعد على مسألة الوساطة الفرنسية، خصوصا أن إيمانويل ماكرون قال أنه تغيرت المعطيات بعد ضربة أرامكو، لم يعد الوضع مسهلا لمثل هذا اللقاء بين ترامب وروحاني كما كان قبل ذلك. في القسم الأخير سنحاول أن نفهم إذا ما تغير شيء أو أن العالم لم يتغير بعد ضربات أرامكو، أيضا نحاول أن نحلل إذا ما كانت الولايات إيران فعلا بدأت تقدم تنازلات. ذكرنا موضوع اليمن، والأستاذ عبد الوهاب ذكر موضوع العودة أو يعني القبول بتعديلات ولو محدودة تحدث عنها الإيرانيون بعد الفاصل. ما بعد هجمات أرامكو موضوع أبعاد لهذا المساء، نحن في القسم الأخير. عودة إلى واشنطن دكتور ديفيد بولوك، بغض النظر عن التحليل والتقييم، هل لديك أي معلومات عن أن هناك شيء تغير في موقف الولايات المتحدة رغم تكرار الإيرانيون أنهم غير مهتمون بلقاء الرئيس ترامب أو الذهاب مباشرة إلى مفاوضات؟ هل تغير شيء؟ هل هناك معطيات معينة؟ أنا لا أعتقد أنه هناك أي تغير جوهري في الموقف الأمريكي، ولكن لو كانوا الإيرانيين مستعدين للقاء مع الرئيس دونالد ترامب لكان في أنا أقيم تغيير في الموقف الأمريكي، أكثر مرونة أو حتى تنازلات أمريكية معينة بالنسبة للعقوبات وكذا وكذا. والحقيقة أنه الرفض الإيراني لهذا اللقاء أو لأي مفاوضات مباشرة مع أمريكا أنا أعتقد أهم أكثر حتى من الهجوم على المفاعل السعودية على منشآت أرامكو، لأن دونالد ترامب شخصيا يهتم كثيرا باللقاءات الشخصية مع بعض الزعماء الآخرين في العالم ككيم جونغ أون في كوريا الشمالية أو فلاديمير بوتين في روسيا وكذا وكذا. ورفض إيران للقاء مع دونالد ترامب أنا أقيم أثر بشكل سلبي جدا على نظرية دونالد ترامب تجاه إيران. دكتور بولوك كيف حضرتك كيف يعني كيف تفهم دكتور بولوك كيف تفهم لماذا إيران ترفض، لماذا حسن روحاني يرفض لقاء نظيره الأمريكي ويستطيع أن يرفض ما يريد؟ أنا أعتقد أنه العامل الحاسم طبعا في موقف إيران نظرية المرشد الأعلى، ليس لحسن روحاني بكل الاحترام هو ليس صاحب القرار في إيران، صاحب القرار هو ولذلك يسمى المرشد الأعلى الآية الله خامنئي، ولديه نظرية مضادة لأمريكا إيديولوجيا للغاية ولذلك لن يريد المفاوضات المباشرة مع أمريكا لو كان أي احتمال لتجنب هذه المفاوضات. ونحن كنا نرى ذلك حتى في فترة أوباما بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، كما يبدو المرشد الأعلى سمح لحسن روحاني اتصال هاتفيا مع الرئيس أوباما وليس لقاء شخصيا، وذلك أنا أعتقد أقوى الآن طبعا بفترة دونالد ترامب، لأن المرشد الأعلى يرى الموقف الأمريكي كعدائي للغاية ويرى ضغوط انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي كدليل على عدم الثقة بين أمريكا وإيران للقصوى.
وهذا العمل الحاسم. بالإضافة إلى ذلك، الحقيقة إنه الموقف الإيراني مبني الآن على الانتظار حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. هم ينتظرون ويتوقعون، أنا أقيم لخسائر الحزب الجمهوري ودونالد ترامب شخصيا في هذه الانتخابات، أو على الأقل مستعدين للانتظار حتى سوف نرى في كمان تقريبا سنة فقط، سنة في نوفمبر في العام المقبل، حتى نرى نتائج هذه الانتخابات، وبعد ذلك يمكن ربما أن نرى تغيير في الموقف الإيراني واستعداد للقاءات مع إدارة جديدة في أمريكا أو نعم. حتى مع دونالد ترامب نفسه. دكتور بولك، سأسألك أكثر من ذلك بعد قليل. نحن في مرحلة انتقالية. صحيح دكتور بولك، أنا بهمني بعد نعم. قليل أن أسألك فعلا إذا كان أي تغيير في إدارة البيت الأبيض تغير من موقف الولايات المتحدة من إيران، هل هذا وهم بالنسبة لإيران أم لا؟ سأعود إليك أستاذ مصطفى فكركوتي في موضوع التنازلات التي سمعنا عنها في إيران. أولا، لأول مرة يقبلون تعديلا يقولون عنه محدودا للاتفاق النووي، هي أولا. ثانيا، الخدعة الثانية أن المشكلة ليست الاتفاق النووي، ليست مشكلة السعودية وأرامكو مسألة الاتفاق النووي، وكأن هناك تواطؤ هذه المرة أمريكي إيراني على جرنا إلى منطقة أخرى. ربما أن نصل إلى هذا التحليل بالتأكيد، ولكن بنفس الوقت إيران تتحدث واضح من خطاب الرئيس روحاني بنفس الخطاب وبنفس الإطار، كان يتحدث واضح بلسانين عمليا. اللسان الأول عندما قال نقبل بتعديلات إلى آخره، ولا هناك مانع للحديث مع الأمريكيين ولكن بشرط كذا وكذا، واللسان الآخر رفض اللقاء مع الرئيس الأمريكي مباشرة. فهناك واضح موقف مختلف للرئيس روحاني عن موقف الحرس الثوري أو إذا شئت المرشد الأعلى عمليا. فهذه دلما ورأيك تشعر أنه هذا موقف ضعف إذا ذهبوا إلى لقاء؟ يعني هل هذه صورة مشوهة للجمهور الإيراني للداخل الإيراني؟ هذه مسألة أخرى. بالتأكيد الجمهور الإيراني بتصوري وحسب متابعة ما نرى من أخبار قليلة يسمح بها عمليا، هناك ضيق شديد من الحالة الراهنة في إيران، اقتصاديا ماليا على صعيد العمل، البطالة، الخوف، الرعب، لا يوجد هناك منظور للمستقبل. جيل الشباب في إيران وهو الغالب لا يستطيع أن يخطط لمستقبله عمليا بسبب هذا الغموض. هل نحن ذاهبون إلى الحرب؟ هل نحن ذاهبون إلى حافة الهاوية أم لا؟ هذا في رأيي يولد ويشكل ضغط شديد على الإدارة. ما رأيك أستاذ عبد الوهاب، لماذا لا يذهبون إلى التفاوض ويقولون ذهبنا ولكن لم نتفق، التقينا بالرئيس ترامب لكننا لم نتفق، لماذا هم حريصين على هذه الصورة؟ يعني صورة إيران أولا أنها تتعرض حاليا للعقوبات، وهم يعتبرونها يعني نوع من الإذلال والإهانة. وأيضا السبب الذي ذكره ديفيد بولوك وهو السبب الإيديولوجي. إيران منذ زمن قيمت أو درست موضوع أي لقاء مع الأمريكيين يجب أن يكون مقدمة لمسار طويل، بمعنى أنه يمكن أن يؤدي إلى تطبيع. ربما أخطأوا عندما لم يستجيبوا لباراك أوباما بعد الاتفاق النووي، وبالتالي أدت بهم الأمور إلى بعد سنة ونصف إن تغير الحاكم في البيت الأبيض وجاءهم دونالد ترامب. كل ما قيموا أو درسوا موضوع التفاوض يجدون أنهم لن يستطيعوا التطبيع مع الولايات المتحدة لأسبابهم الإيديولوجية، أو
أن الولايات المتحدة يجب أن تقدم قبل أي شيء ما هي الصورة التي ستكون عليها العلاقة، كيف يمكن للولايات المتحدة أن تعترف لإيران بالنفوذ الذي حصلته في المنطقة، بأنها يجب أن يكون لها يعني كلمة ودور في سوريا والعراق ولبنان واليمن بشكل دائم، وهذا مستحيل يعني. وهي لا تستطيع أن تدير هذا الاستثمار الذي بدأته في هذه الدول إلا إذا كان هناك اعتراف دولي، ولا سيما أمريكي. وحتى الآن ليست هناك بوادر لاعتراف كهذا، لا من الجانب الأمريكي ولا من الجانب، يعني حتى المستشارة الألمانية التي ليست معجبة بدونالد ترامب تقول للإيرانيين أن مطلبكم برفع العقوبات هذا غير واقع، هذا لا تعمل الأمور بهذا الشكل. طبعا هم يعني ممتلئون بأوهامهم، ولكن بنفس الوقت يعني واضح أنهم كل 40 عاما الماضية كانوا يعدون نفسهم لهذه اللحظة، وهذه اللحظة جاءتهم بطريقة ربما لم يتصوروها، أن تكون مجرد عقوبات كما تسمى يعني قوة ناعمة أو شبه ناعمة، لكن مؤذية جدا، وبالتالي ليس لديهم رد سوى الرد الحربي، والرد الحربي لن يكون إلى يعني لمصلحتهم طوال الوقت. في أي تصعيد آخر ربما سيتغير الموقف الدولي كليا ضدهم. دكتور ديفيد بولوك، في هذا الشأن أريد يعني هيك أسئلة صغيرة جدا. أول سؤال، شو هذا السر الذي بدأنا نتحدث عن تعديلات أو يعني ذهاب إلى اتفاق على الاتفاق النووي، رغم أن مايك بومبيو في مطالعاته هناك 12 شرط وهناك 12 طلب، انحشرنا اليوم في مطلب واحد هو الاتفاق النووي، علما أنه المناسبة الحديث هو ضربات أرامكو. طيب، أولا العرض الإيراني الجديد يمثل تغيير في الموقف الإيراني، ولكن تغيير أنا أقيم صغير جدا، محدود جدا. أولا هذا العرض لتعديلات ليس لتعديلات بالفعل، هذا العرض لمفاوضات بشأن تعديلات محتملة للاتفاق النووي، وهناك فرق أساسي بين تعديلات بالفعل ومفاوضات على تعديلات التي ربما لا تنجح، تفشل. هذه النقطة الأولى. ثانيا، العرض الإيراني مشروط برفع العقوبات، وهذا من ناحية الإدارة الأمريكية ليس من الممكن. أمريكية الموقف الأمريكي مستعد لمفاوضات كما صرح رئيس دونالد ترامب ومايك بومبيو ووزير المخزن الأمريكي ستيف مينوتشين. الموقف الأمريكي مستعد لمفاوضات مباشرة مع إيران بدون شروط، ولكن إيران في حسب قول رئيس حسن روحاني قامت بشرط أساسي غير مقبول، رفع العقوبات قبل أي مفاوضات. ولذلك أنا لا أرى هذا الموقف الإيراني الجديد كتغيير إيجابي جوهري. قبل أن يعني ينتهي مدتنا معك مع الرابط، لكن بهمني جدا العودة إلى ما ذكرت حول الانتخابات، والكل طبعا التحليل الإيراني أن إيران تنتظر نتائج الانتخابات. هل فعلا إذا ما فازت الإدارة الديمقراطية الأمر يتبدل بشكل مريح لإيران أم لا؟ هناك دولة عميقة أصبح لديها قواعد أخرى. أنا أعتقد بصراحة كاملة أنه لو فاز مرشح ديمقراطي، ونحن لا ندري حتى هذه اللحظة من سوف يكون هذا المرشح، لكن لو فاز مرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لا شك أنه الموقف الأمريكي تجاه إيران سوف تتغير إلى حد ما. والأولوية عند الديمقراطيين العودة إلى الاتفاق النووي، وإيران أنا أعتقد
يمكن أن تنتظر إلى هذه اللحظة وتتوقع أو تراهن على احتمال فوز الديمقراطيين في الانتخابات والعودة إلى الاتفاق النووي بدون تعديلات، بدون شروط، بدون تنازلات إيرانية جديدة. هذه النقطة الأولى. ولكن في نفس الوقت الموقف الأمريكي تجاه التهديدات الإيرانية غير النووية في المنطقة وخارج المنطقة، الإرهاب، التخريب، الهجومات العسكرية، الميليشيات الطائفية، التهديدات ضد إسرائيل، ضد المملكة العربية السعودية والدول العرب بشكل عام، وضد طبعا الوجود الأمريكي في العراق وفي المنطقة وفي الخليج، كل هذا الديمقراطيين لن يقبلون كل هذا التصرف الإيراني بغض النظر عن الاتفاق النووي. وهذا للأسف أنا أعتقد ربما غير مفهوم بشكل واضح في طهران. صحيح، وربما أيضا أن الديمقراطيين لا يرسلون إشارات واضحة في هذا الشكل أيضا. أشكرك جزيل الشكر دكتور ديفيد بوليك. صحيح. أذكر أنك باحث في معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية. بشكل سريع أستاذ مصطفى كركوتي، هذا السيناريوهات الحاصلة، هل برأيك دونالد ترامب المرشح هذه المرة يحتاج من أجل أن يتيسر طرقه إلى البيت الأبيض أن يعني يعرب عن مواقف أكثر حدة وأكثر صدام مع إيران، أم أن الصدام أساسا هو هدية ستكون لإيران؟ ربما قد نقترب من مثل هذا الموقف في الأشهر القليلة السابقة على الانتخابات. هذا يعتمد طبعا على حدة أو تصعيد أو تخفيف التوتر في المنطقة. في النهاية الموقف تجاه إيران لا يجب أن ينحصر فقط في هجمات على منابع النفط في التابعة لأرامكو في السعودية. الموقف الأمريكي والدولي يجب أن يتحدد ويتشكل وفقا للسياسة الإيرانية الإقليمية في كل المنطقة. أشار عبد الوهاب قبل قليل إلى سياستها في لبنان، في العراق، في سوريا، في اليمن، في فلسطين بالمناسبة. هناك موقف خطير للغاية تلعبه إيران في فلسطين، شق الصف الفلسطيني، وهذه أكبر خدمة تقدم لإسرائيل بالمناسبة. على كل حال الساعات ما زالت يعني ساخنة، وبإمكاننا أن نتفاجأ بتطورات خلال الأيام المقبلة حول مواقف كافة الأطراف. أشكرك أستاذ عبد الوهاب بدر خام، أستاذ مصطفى كركوتي. أشكر أيضا من باريس من يعني تعذر الاتصال فيها كاترين جابر، ومن الرياض دكتور سالم اليامي، ومن واشنطن أيضا دكتور ديفيد بولك، ومن هنا من لندن دكتور علي نوري زادة. ما بعد هجمات أرامكو، كذا نقاش هذا المساء في أبعاد. شكرا للانتباه، إلى اللقاء.